نجاحك في الحياة لا يعتمد على القوة أو السرعة، بل على الاستمرارية. مسابقة رمضانية. شكراً للمشاركة في فزورة اليوم. شارك معنا وانضم لجروبنا لتكون سعيد الحظ الفائز بالجائزة معنا إن شاء الله. إليكم قصة قصيرة لتسهيل الإجابة عليكم. لا تتوقف عند أول عقبة، فربما النجاح كان في الخطوة التالية. كان هناك رجل يمشي بطريق، وفجأة رأى شيئا بارزا من الأرض. تعثر الرجل به وسقط على الأرض. سأله صديقه ماذا حدث، فقال: لقد تعثرت بشيء لا يمشى إلا على رأسه. ففهم الصديق أنه يحتاج لطبيب جراحة. أتمنى أن أكون قد سهلت عليكم حل فزورة اليوم. اترك إجابتك بالتعليقات واشترك الآن، ولا تنسى تفعيل زر الجرس. على الكل بالتوفيق للجميع. رمضان كريم.